يا دي النيلة جراه يا الدلعاد يا استعطايف، مش كده مالك متخشبة كده، دي تتعمل كده. هتعلم منكم الرقص على اخر الزمن، ما راحت عليكم خلاص، فضل ارتاح وانا اعلمك الرقص ازاي. يلا يا شهلة. على عيني. مالك سكتي ليه؟ طب ما هو كويس كده. كفايه كده على قدكم، واحده زي ما اتخلقتش عشان تطلع رقاصه، كان لازم يوم ما تقولي تتلفي بحرير. يعني احنا اللي لفيناكي في ورق عنب؟ نعم. احنا هنبتدي تريقه بقى؟ اسمع اما اقول لك، ما تجننينيش، ما تعفرتنيش. ايه يا خالتي ده؟ مزعله بنت الكونت دي مونتي كريستو ليه؟ ما تخلصي انت كمان يا مقصوفه الرقده. يا بنتي عيب، ده انتوا ولاد خاله، هو انتوا مولودين في عروس بعض؟ نعم. ما تسكتيه عني، شوفي عاوزه ايه مني. ولا حاجه. يلا بينا يا بنتي على شقتك. خليتك بعافيه يا اختي. يا عافيكي يا ديك كسوف يا ربي. اي اي مالك يا عن امك؟ اسم النبي حرسك وصايمك. ايه الهباب اللي انتوا مربطينه بالبارة ده؟ اهو الدولاب اللي حيلتنا بقى ده بذمتك تسميه دولاب؟ قال ده يا عالم يبقى دولاب. قال امال ده يبقى ايه؟ صندوق الدنيا ولا عشة فراخ؟ لا العفو، يا الفراخ اتجننت لما تيجي تسكن في الخرابة دي. انا ما اقدرش استحمل عيشة الفقر بتاعتكم دي اكتر من كده. ومن سمعك، لكن هنعمل ايه؟ هل ما كانش معذر ولا بعجزة؟ خدي قادر ربك يعدلها. ايه ده؟ انت عاوزة مني ايه دلوقتي؟ عايزاكي تروقي وتيجي تقشري معايا البتنجان. انا عاوز انا اقشر البتنجان ايه؟ علشان اخسر المانيكير اللي لسه عاملاه امبارح. مانيكير ايه بلا واكسة؟ ما الشطانة اول باول على التزويق والقبه اللي ما احناش قدها. قال على رأي المثل، ملوش المشي ياكلوا بو، جابوا المانيكير يتزوقوا بو. خدي بقى اسمع اما اقولك، انت تحترميني احسن لك وتبعدي عني بالهباب بتاعك ده. مش عاوز اشوفه، بكرهه، مش عاوز اشم ريحته. يعني انا اللي عايز اشم ريحته؟ ده انا مصاريني قربت تروح العباسية من كتر اكل البتنجان. اسمتنا اهياني يا ما نفسي نغرق في الوز والبط والديوك الرومي. اما روح اقشر ال الايه الرزبيف يا روح ماما. فين انت؟ كلمت بيتهوفن بتاعي. والله لا عد بيتهوفن الكلب ده. بذمتك ده كلام احبه، ارسل لها مع النسيم وقبلتها، ترسل لي مع النسيم وبتنجانتها. معلش يا شوبش، بتنجانة الحبيب زي اساس الزبيب. الله ينعل على ابو الحب واسمه. لا يا صديقي ما تشتمش الحب، امال هناكل عيش منين؟ هو احنا بناكل عيش بالحب يا استاذ؟ امال يا صديقي، الجواز اصله نظراتهم فابتسامتهم فسلامهم فكلامهم فجوازهم فمزيكاتهم. حريب كتير في اسكندريه واجيه لغايه ما اخلص ماموريه الوزاره، بس انا خايف من قرارات المؤتمر اللي جوه. اه يا نهار زي بعضه. غلط بجي افندم. يا ماما عن اذنك زوغان. لا فرضك واعتبيني غلط. اسمع قرارات كمين باشا. اظن احسن تتكلمي انت يا انجهانم. باشا خايف امان غلط. اسمع قرارات. ايوه ماما. ايه قرارات؟ بعد مشاورات مدولات مناقشات بخصوص جوازات بنت بكير باشا اصدرنا قرارات. يا سلام على قراراتك يا ماما وعلى ظرفك وعطفك وحنانك. انت احسن ماما في الدنيا. سوس اهلا بنات، ما في جوازات. لكن يا ماما دي بنت كويسه قوي بتحب جدا جدا. سوس عرجوزات باشا. ايوه، اصل مامتك سالت على حسب ونسب بكير باشا وجدته ما يتفقش مع حسبنا ونسبنا. هو انا هتجوز حسبه؟ سوف خرسيس ادبسيس مستحيل. باجي نجد انجا خانم حفيد نور الدين باشا، شبل بدر الدين باشا، ابن نجم الدين باشا، تليل قمر الدين باشا، جوز اماني بنت بكير باشا بيع غلاء، ابن حج مرمر تاج الرز. امان يا ربي امان. بالعكس يا ماما، عيلة بكير باشا دي من احسن العائلات ومن كبار الاثرياء. بنتهم اميره وطيبه وبتحبك. تهجيسات باشا
ايوه اصلك يا ابني بتوصلهم بعين الرضا. ابدا والله يا بابا. الناس كويسين قوي يا بابا. تحجيسات يوب، مفهوميات يوب، ذوقيات يوب، جبازات يوب، قفلت جلسات. في عرضك يا ماما قبل قفلت جلسات واحد كلمات. واحد كلمات ماما. كلم فلد. حضركم اعملوا واحد زيارات عندي بكير باشا، شوفوا احوال عائلات. مركز مقامات. بعدين الظل حكمت. فكرة معقولة برضو يا أنجهانم. جدا جدا. ما فيش مانع نزورهم ونطلع على أحوالهم. أنا متأكد إنهم ناس زبلة. على كل حال لما نشوفهم حيبان كل شيء. معلوم بابا بيكلم مظبوط. موافقات ماما موافقات. لا. علشان خاطر ماما موافقات. أخ البوس أفريد. موافقات أنجهانم موافقات. موافقات. الحمد لله. عن اذنكم بقى علشان الحق قطارات اشوف وشكم بخير. يا هلا الله يا اللي هنا يا مدام ظلمه العوام. يا عافيك يا حبوبي ويرضيك. هات الشله دي عنك. هات يا ترى فيها ايه يا محفوظي؟ شويه كوستيلتات على حته فرخ من العزومه بتاعت الباشا علشان تعملوا بيهم حفله ترفيه عن معدتكم. تسلم ما جايبك يا سبع الطباخين. اهو ربنا رزقها بلحمه يا قطوفه. قومي يا طوفه زفر الروح. نعم ادي اللي كان ناقص كمان اكل فضله الناس. مالهم الناس دول؟ مش يبقوا اسياد ابوكي؟ سبحان الله. لكن مش اسيادي انا، كلها بدقه ولا كلش فضله غيري. اي والنبي قول لها دي حتطير برجين من عقلي. الله انت هتقعدي تسموا بدني بالكلام ده؟ انت من ناحيه هو من ناحيه. والله ما انا هاكلكم هنا. طب على فين؟ على خالتي بامبا. يامي السماح والرضا. دستور يا سيدي دستور. يا صباح القطايش من صبع الجاتور. رد عليا كلميني. استبح انقلت من وشك. اذبحيني اجرحيني اقتليني موتيني وعيب عليا. قلت يا اخي ابعد عني انا مش فايقه غرامك الفقري ده. طيب كلمتين كلمتين بس كلمتين ما فيش غيرهم. صوتك نشاز بينرفزني. طيب بلاش اكلمك اغنيلك اغنيلك غنوتين. حياتي انت ماليش غيرك وفايتني لمين. يا عربيه الكلاب. كويسه تعرف انك بتنكتي كويس. طب غنوه واحده بس غنوه واحده. بص اسمعني. هجراني ليه حمداني بيه. قديمة الحظ غيرها. قديمة قديمة الله عز. بس يا هانم قلت لك الباشا تعبان وعنده الدكاترة ما يقدرش يقابل حد أبدا. دي مسألة مستعجلة قوي يا هانم ولازم أعرضها على سعادته. يا أخي حلوا عن سعادته شوية. هتموت الراجل من كتر الشغل ده. هي تقطع الشركات وشغل الشركات. قابله دقيقة واحدة بس يا هانم أرجوكي. دي مسألة خطيرة. قلت لك لا يعني لا. روح عندك اجازه شهر. ناسية تسمح تدي الاوراق دي لسعاده الباشا. هات مع السلامه. اي امان الدكاتره عملهم ايه؟ خلصوا الكونسلت ونازلين يا ماما. ايه يا دكتور فؤاد طمنوني الباشا ازاي حاله؟ انا شايف يا نرجس هانم ان العلاج ما فيهش فايده الا اذا كان الباشا يستريح راحه تامه. وانا اشارك زميلي في رايه وضروري يغير هواه. ويستحسن انه يسافر العزبه يستريح هناك اسبوع او اسبوعين. من النهارده هنسافر وتبقوا جددوا له نفس الدواء ان شاء الله. ميرسي قوي يا دكتور. نهاركم سعيد. مع السلامه. يلا يا امان. ايه ده بتعملي ايه يا نرجس؟ كلام الدكاتره لازم يتنفذ بالحرف الواحد. اصلهم يا بابا قالوا انك تغير هواء اسبوعين على الاقل في العزبه. وهنسافر دلوقتي حالا. الدواء يا بابا. امري لله. اعملوا اللي انتوا عايزينه. يا نهار زي بعضه. المناجم المناجم يا عالم. الاسهم اندهولي سكرتير. اديته اجازه علشان ترتاح منه ومن دوشته. اجازه ايه وزفت ايه؟ شركه المناجم اسهمها نازله تلف في البورصه. احنا دلوقتي في صحتك ولا في اسهم شركه المناجم بتاعتك؟ انت بتقول ايه؟ انا حاطط مبلغ كبير في اسهم الشركه دي. شوفوني السكرتير يا ناس. قلت لك مش موجود ومش راجع قبل شهر. يا دي الوقعه. اطلبي لي الخواجه كرياكو في اسكندريه يا اماني. حاضر يا بابا. شوفي نمرته عندك في الدفتر. حاضر يا بابا. كرياكو يا اخواتي هاتوا لي كرياكو كرياكو. حالا حالا يا بابا. بس ريح نفسك. المناجم يا عالم. ما هو انا مش منقوله من هنا الا لو خدت 3 جنيه تمن الجزمه. وانت يعني ما تجيش الا قبضه زي عزرائيل؟ هجيب لك التلات عفاريت دول منين؟ مش شغلي استلف. الباشا عيان ولا اقدرش اطلب منه سلطه.
هي المهية بقى فيها حاجة بسببك يا حسرة؟ اللهم صل على النبي. ايه المية دي؟ لا مؤاخذة البنت دي تملي ملخبطة كيان. ملخبطة كيانك على ايه؟ على 3 جنيه العمر؟ ورجليكي دول يتحطوا في جزمة تمنها 3 جنيه بمناسبة ايه؟ دي جزمة تلبسها واحدة ابوها صاحب عزب مش صاحب حلل وحتى مش بتوعه. يا راجل اديله خليه يتمتع، ده لسه شباب. قول له يا نور. ما انا بنقول له اهو. بس محفوظ افندي مسكهل، من فضلك حضر لنا حاجه خفيفه عشان مسافرين العزبه النهارده. انت هنا يا طيب؟ من حق مشتي بارك للست اماني على خطوبتها. مبروك يا اماني هانم. ميرسي يا طيب، عقبال ان شاء الله ويكون غني. قوام يا استاذ محفوظ، وانت تعالي معايا يا طيب عشان نوضب الشنط سوا. حاضر يا هانم. كل دول؟ يا سلام على فساتينك الحلوة وذوقك الحلو. أما حتة فستان إيه؟ عجبك؟ ده شيكة قوي وجميل كده. طيب خديه. أنا؟ أخده ليا أنا؟ أيوة، والجزمة دي كمان والشنطة علشان يبقى طعم كامل. أيوة، لكن معلش كتر خيرك. ليه؟ أخصى عليكي. أصلي أنا متعودتش. أه يا عبيطة، أنت هتكسفيني، دول هدية مني. ألو؟ أيوة، إحنا طلبنا اسكندرية. مكتب الخواجة كرياكو؟ طيب، دي واحدة من فضل. يا طيب، اقفلي شنطة عبال ماجي. من عينيا الاثنين. الله، أنت لسه ما لبستش؟ مالك؟ مسهم كده ليه؟ الأسهم يا نرجس، الأسهم. يا أخويا قلبي، صحتك أغلى من ألف سهم. مكتب الخواجة كرياكو يا بابا. الحقيني يا بنتي. ألو، خواجة كرياكو؟ إيه؟ مش موجود؟ وسكرتيره مش موجود اخر؟ ما تعرفش راحوا فين؟ لا. طيب هو النهارده ماله كده من اوله؟ هبوط في القلب، هبوط في الاسهم، هبوط في كرياكو. وبعدين ما تبعت له تلغرام دلوقتي يا بابا، ولما نروح العزبه تكلمه كمان مره. هاتولي ورقه وقلم. ايوه، تبعت له تلغرام من هنا، لان ما فيش جنس الشغل راح يتعمل في العزبه. حاضر، امرك. يلا يا امان، جهزي نفسك قوم علشان نسافر. يلا. خواجة كرياكو، بورصة اسكندرية، بيع كل أسهمي في شركة المناجم. اسمع يا أسطى محفوظ، التلغراف ده يا أسطى محفوظ مهم جدا، لازم تبعته بنفسك دلوقتي حالا، اوعى تنسى. حاضر يا سعادة الباشا. اوعى تنسى يا أسطى محفوظ. حالا. قول لهم يا باشا يبعتوا لنا تلغراف في العزبه علشان يستنونا. وخليهم يبعتوا تلغراف للعزبه عشان يستنونا. حاضر. خلي بالكم من البيت كويس وبقفلوا اوضتي. اوعى تنسى. يلا يا استاذ حسن. حاضر يا سعاده الباشا. مع السلامه. دلوقتي راح نروح نشطب المطبخ ونغير هدومي ونعمل التلغراف ده، وانا هنبدا نقفل الاوض. اسمع، ولما تشوف بنت قطايف خليها تروح تعمل التلغراف اللي قالت عليه ست كبيره للعزبه. حاد. يا خبر اسود، اتحرق. ايه هو اللي انحرق؟ البامله؟ باميه ايه ونايبه ايه؟ ورقه التلغراف اللي اداها للباشا قبل ما يسافر. يا شيخ حدتني انا افتكرته الباميه. يا للدهي، وايه العمل دلوقتي؟ انت ما تعرفش التلغراف دي كان رايح لمين؟ لا معلش، بس هي ولا تعرفش كان مكتوب فيه ايه؟ يا ريت. معلش برضه بس هي. وانت ما تعرفش لما يبلغوا الباشا حرق التلغراف ده راح يعمل فيه ايه؟ هيطردك. معلش، بسيطة. يقطع قطايف، واللي جابوا قطايف، واللي جالوا قطايف، هي فين؟ الله، انت ايه اللي معادك هنا كده يا بنت انت؟ قومي بلاش قلة ادب. قلة ادب؟ ليه؟ قلت لك فزي بلاش لماضه. اديني قمت. هات الديدتين ورش مطرح ما كنت. الله، ايه اللي انت لابساه ده؟ ده فستان بنت الباشا. انت طولت ايدك؟ فشر، ده هي اللي ترجتني، وعلشان ما اكسرش بخاطرها خدتهم منها. يا ولد يا ولد، زي الهوانم تمام. قول له يا نور. نقول له. انا بس مش فاهم ليه ما وديتش امك الكراكون نهار ما والدتك. ليه؟ طب
طالعه لي فيها وعايزه تسكن في سرايا وتلبس حرير، تقولش ابوها طباخ في البنك الاهلي. خليها على الله، يمكن يتشنكل فيها عريس غني ينجلها من تحت لفوق. والله انا خايف لا تنقلني هي من فوق لتحت. لا، من تحت لفوق. لا، من فوق لتحت. ورقه التلغراف. اتفضلي هاني. اسمح لي بقلم. اتفضلي. ميرسي. اتفضل. عزبة بكير باشا مرمر. انتظرونا حاضرين اليوم بالسيارة. بكير باشا مرمر. العنوان من فضلك يا هانم. ما هو مكتوب عندك فوق. لا، عنوان ال عنوان سعادة الباشا. شارع حشمة باشا نمرة 3 بالزمالك. الله، ده يظهر نحن جيران. 9 صاغ من فضلك. اتفضل. متأسف ما عنديش فك. انا كمان متأسف. عندك فكة يا أستاذ مصطفى؟ لا مش ضروري، أنا معايا فكة. لا مفيش داعي. لا معايا فكة على بال ما تفك. أصل إحنا جيران في الزمالك، وأعرف الباشا والدها. الباشا والدي؟ بابا. هي عربيتك معاكي؟ أيوة، أصل السواق. أوصلك أنا بعربيتي. لا معلش. مفيش معلش ولا حاجة، قال له علشان أفك ال 50 قرش وأخد فلوسي. ها؟ عزبة الطباة دي كبيرة قوي. قوي، 1000 فدان و 800 متر و6 طن. يا عيني يا عيني، والله وقعت واقف يا ربيع. افندم بتقول ايه؟ ها؟ يا ساتر استر، ما بلاش يا بنت. نعم، احنا هنرجع للمونولوجية، وخلاص وافقنا بقى. امر لله. اما بص بص لحسن الباشا يرجع فجأة. هو لحقوا يقعدوا في العزبة. حكيها فاكيه. افندم اسعاف البيت. هو الاسطى ربيع لسه ما جاش؟ لسه يا بيه، اصل ما اعرفش انك رجعت من الصف. اول ما يجي اديني خبر. حاضر يا سيدي، هو زمانه جاي. وما ليل المطالب بالتمني. فاكيها. افكاك افكهاني. انا مبسوط قوي، انا معمر انبساط. ايه ده كله المزاج مشعشع قوي جدا. قولي لي يا ابنه، التليفون ضرب دلوقتي؟ لا، على فكره البيه عاوز. انا هرد، يمكن يكون عايزني. الو. منزل محسن بيه. احسن يكون للبيه ولا للست؟ هم لسه رجعوا من السفر. ايوه رجعوا من ساعه، والبيه سال عليك. مين يا فندم؟ يا اسطى ربيع. فندم رحنا في داهيه. نمره غلط يا فندم. ايوه، مين اللي بيتكلم؟ الحمد لله على السلامه يا سعاده البيه. الله يسلمك. مين اللي بيتكلم في التليفون؟ لا ده واحد كان طالب النمره، والنمره طلعت غلط. طيب روح حضر العربيه، انا خارج دلوقتي انا والست. ايوه بيه، بس يعني اصل اصل ايه؟ مالك، العربيه كان فيها حاجه؟ لا لا ابدا يا بيه، ما فيهاش حاجه ابدا، العربيه كويسه قوي قوي. طيب مستني ايه؟ لا انا مش مستني، انا رايح. الحمد لله على السلامه يا استهاني. الله يسلمك يا ربيع. طيب روح انت. الله، انت لبستي؟ طيب لما اروح اكمل لبسي. محسن، مين اللي كان بيتكلم في التليفون؟ ده واحد كان طالب نمره غلط. واحد ولا واحد؟ سعاد، قصدك ايه؟ محسن، انت عارفني مجنونة قوي وعصبية قوي. مفهوم مفهوم، لكن واما بتيجي عصبيتي اعور اكسر اخربش. ايوه ايوه عارف، بس لزومه ايه الكلام دلوقتي؟ لزومه ان واحدة صاحبتي قالت لي انها شافت عربيتك نازلة منها واحدة من اياهم. مش ممكن، انا مش كنت مسافر وياكي؟ لازم صاحبتك غلطانة. كل شيء جايز، بس انا حبيت احذرك وذنبك على جنب. ما تبقيش عبيطة وتصدقي كلام الناس. على فكرة انا حاجز ترابيزه لبكره في الاوبرتي. ميرسي. طيب لما اطلع لك. مين يا فندم؟ ايوه نمره 48 925. من فضلك اديني محسن بيه. ايوه محسن بيه موجود، نقول له مين؟ اماني خطيبته. من فضلك. ايه خطيبته؟ انت متاكده انك عايزه بيت محسن بيه حسونه؟ ومتاكده انك خطيبته؟ كده وكمان بتخليها تطلبك في بيتي يا غشاش. الله 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 الله، هي مين؟ خطيبتك، عروستك الجديدة يا ابو عين زيغة. يا خاين، انا مستحيل اقعد معاك بعد النهارده، مش ممكن ابدا ابدا. سعاد فاكيها فاكيها، كوباية مية اول. سعاد انت بتصدقي؟ اخصى عليك. اوعى تسيبني يا غدار، انا مش ممكن اقعد لك، انا ليا اهلي يعرفوك مركزك. سعاد افهميني. ساكت ساكت ساكت، ناولي ناوليني ناوليني، جاكيت اول.
الو مين يا فندم؟ حضرتك مين؟ اهلا وسهلا اماني هانم. انا محسن بيه. ايه ده؟ انا كلمتك دلوقتي ردت عليا واحده قليله الادب قفلت السكه في وشي. ايه؟ واحده ست قفلت السكه في وشك؟ عجيبه. دي لازم الخدامه. اصلها مجنونه شويه. انا لازم حرفدها. قولي لي يا قبله عملت ايه مع بابا؟ خلاص كلمت بابا وافق بالعافيه وعزمك يا سيدي بكره على الغدا في السرايا انت والعائله. عال عال قوي. انا مبسوط خالص. انا فرحان جدا. ايوه بكره هاجي لكم انا والعيله. ايوه بكره وروفار بقى لحسن واحد صاحبي سقيل قوي. لا غلط حاجه تجنن كل ساعه نمره غلط. ما هي النمر دي اللي ودت في الداهيه. استخدت. يلا قوام يلا قوام عشان نلحق قبل ما توصل لاهلها. انا مش قدهم. ايوه بيه عندك حق. ايه هتروح وراها على طنطا؟ يلا قوام ما تضيعش الوقت. ايوه بيه طب مش احسن بس سعادتك تسافر في القطر؟ ما هو حاكم انا عيان والحكيم قال لي ما بقتش بره بعيد عن مصر. يا اخي يلا ما تخربش بيتي. ده انا اللي هيتخرب بيتي بكره. الكلام ده يا اخواتي اعملوا معروف زمان اهل العريس جايين. ايه بس شوفوا نعم انتوا زواج بس ما يخشوا الحلو كده اهو كده. ها لا مش كده. لا الزواج ما يعملوش كده. يعملوا ازاي؟ الزواج يعملوا كده. ما بلاش ننحني لحسن البدله اللي مأجرها تتقطع. كل واحد فيكم عارف اسمه الجديد طبعا. طبعا وكل واحد حنده له دلوقتي ورد عليا باسمه. خالتي بامبا ببهان خال يعني التانتا. يا ست طنط بلاش تنتع. عمي حنف لسطى حنفي بيه عمك. يا سيدي انا في عرضك بلاش لسطى دي. يعني عشانك مني بمثل دور بيه او متبرى من صنعتي. يا اخويا ما تفوق قلنا حنفي بيه وبس مش تسمع كلام. وانتي اسمك فيفي. عمك افندم هانم هانم سباق حضر عربيه حالا. أنا شايف يا أنجا هانم إننا لو فاجئنا بكير باشا بزيارتنا النهارده ما تبقاش لطيفة. مش يصح أحسن نضرب له تليفون؟ تليفونات يوب. لازم زيارات مفاجآت نكشف حقيقة مقامات. أنا سألت على بكير باشا وتأكدت إنه راجل مليان وثروته كبيرة. أنا مش أبحث عن ثروات، أنا أبحث عن أصول عائلات. فلوس مش كل شيء. طيب مش تستني شويه لما ميرفت ترجع من بره علشان ناخدها معانا؟ لا ميرفت صاحب بنت بكير باشا. بعدين اعمل افانتات مش نعرف حقيقه مقامات. اللي تشوفي انت راك اهو بتزاد الباشا نروح نودي له لسه محفوظ. قلت لك بكير باشا 60 مره اوعى تنسى فاهم. روح وديه له وخليه يلبسه قوام ويرجع. يلا بكير باشا استعجله. هذا يلا يا جماعة نعمل بروبة. يلا يا أستاذ محمود. يا محمود باشا لا مؤاخذة يا أستاذ بكير باشا البس بسرعة. والله يا نور أنا مش مستريح للغش وكده. يا سيدي كده بيفوت ما حد بيموت علشان خاطر بنتك مدام العريس بيهب. احنا دلوقتي زي الحرامية وبدل ما نسرق محفظة بنسرق عريس ما احناش قد. اثبت كلامك اللي هيطلعها ودان. يلا البس بسرعة زماننا سايبة جايين. أمر لله ربنا يشفي. بس يا ماما ده مش وقته. اعملي معروف تعالي. انتوا فاكرين اسم جديد طبعا؟ طبعا وده سؤال. طب اسم ايه؟ بنت محفوظ ضرمة. يا عالم يهو انا اسمي اماني. اماني بنت بكير باشا مرمر. ها اسمي ايه؟ اماني بنت بكير باشا ظلمة. حجر مرمر. ما كانش انعذر ولا بعجذر. افهموا يا بلادي شخلة. يا ست الكلام ده في دماغ الحارة. هنا الناس تتكلم برقة بإتيكيت. وش عرفهم دول بإتيكيت؟ ماما اعملي معروف خدي بالك من العوالم على بال ما اطلع غير هدومي من دولاب بنت الباشا. وانت يا عم استناهم في الجنينة ساعة ما يخشوا خلي المزيكا تضرب لهم سلام. اوكي اسمعي اول ما تسمعي فله بتغني تروحي نازله على السلالم وانت بترقصي. لا يا ولاد الزوات ما يرقصوش. يا ندمه يا بنتي دول ولاد الزوات لازم يتعلموا الرقص. ذوق رقص محترم مش تربت تتي. طب ارقصي زي ما فهمتك وخلاص. حاضر يا ست. انا وانتو اول ما تشوفوا العريس هالل تروحوا على طول زفين وزفه زواتي بشواتي من اعلى صوت. مفهوم؟ مفهوم.
العريس اهل العريس جم. يلا استعدوا. مستعدين يا استوان؟ لسه يا قصه سمعنا. اهلا وسهلا. يجب انوار البشوات اللي هندس علينا. يا لطافه يا ظرافه. اختي ببهاني. اتفضلوا مكسوفين من ايدي الفاموليا. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. باشا انت في تأكيدات نحن موجود في سراي بكير باشا؟ طبعا طبعا هي بأنا. اهلا وسهلا. اظن سلامته يبقى العريس. لا يا خانم، قمر باشا ابو عريس. اسم النبي حرسه قمر باشا ابو العريس. ورد عليه. والمحسبة بالرتب والنياشين ام العريس. والله عليك. أمان باشا أمان. أصلهم بيسمعوا الكلام ده في الراديو. تفضلوا عدوا تفضلوا استريحوا. أمال المحروس العريس ما جاش معاكوا ليه؟ سافر في اسكندرية خانم. طبعا خانم ونص. مش باين عليا ولا إيه؟ لا باين يا فندم. أمال على كده يبقى الباشا فين؟ سألت عليك العافية يا باشا. يا باش باش. شفت يا اختي البشوات بتسأل على بعض ازاي؟ حنفي بيه. ايوه انت الباشا. اوكي اوكي. ينكد عليك وعلى اللي جاب. ايه ده اللي بتعمله؟ دي البابيون يتربط هنا مش هنا. وحامل ايه في البنطلون اللي انت جايبه لي؟ واسع ومن غير حمال. وعلى اخر الثمن حلب الجاكيته بديل بديل. يا اخي عز العريس جات وبتسال عليه. تسرع شويه. وحامل ايه في البنطلون ده اللي كل ما شدته يرخ تاني؟ يا سيدي البوطه بفتله ولا اسنده في ايدك وتعالى اوان. اقول لك شيء نور، ادينا هزام. بس يبقى ايه؟ يبقى ينزل لها موضة جديدة. انا مات. انا مالي جديدة جديدة. ايه؟ ايوه. ايوه. اوكي. ايوه. سلام عليك. عليكم السلام. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عدم المؤاخذة بس كنت في المطبخ. جوزي بكير باشا. اصل اخويا الباشا غاوي يقف على ايدينا الطباخين. ايوه علشان تنفتح نفسي. ايه نصيحة باشا الباشا يا باشا؟ تبقى تملي تقف في المطبخ على غيار ري. ما شاء الله. انا تعشمات واحترامات بشبات. لا دي وصفها للدكتور. البسها علشان تمنع الكابوس. شايف تقدم الطب يا باشا؟ كده. واظن الدكتور هو اللي وصف لك تلبس الحزام الاحمر على الفراك. لا ده دي اصلها موضه جديده في الهند. ايوه اخدتها عن واحد صاحبي هندي. ايوه حتى ادانا فيل ذبحناه في العيد الكبير. كتير قوي يا باشا. ليه يا اخي؟ اذا كان الحزام بيضايقك اقلعه. امان ربي امان. ما تخافيش يا اختي امان. انتوا فاكرين البيت مش بيتنا ولا ايه؟ باشا انا لازم اخرج حالا. تسمحوا لنا نمشي؟ تمشوا ازاي؟ اقعدوا. والاكل اللي مكلفينه دم قلبنا. مين اللي هياكلوا؟ احنا مش جايين عشان اكل. امال جايين عشان ايه؟ اقعدي. هو الاكل بالزور؟ معلوم لازم ناكل مع بعض. قال وعيش فين وملح انجليزي. امال ايه؟ مش لما بس تنزل العروسه غنيلها يا فندى. ده بيت بشبات؟ ده جنينه حيوانات. مستحيل اننا نتجوز من عيله زي دي ابدا. الى راقصات ارجوزات بهلوانات. مالهم البهلوانات يا شيخة الارشانات؟ سوس ادب سيس خرسيس. خرسيس يعني ايه؟ اخرسوا عيله يا همك. مين اللي يمك؟ انا بكير باشا على سن ورمح. ما تتلم يا راجل. انت هتطول وتقصر ليه؟ مش قلنا لكم بلاش الرقص. اقيشوا. طلع الشنط يا استاذ حسن. عجيب البيت ماله زاد كده ليه ماما؟ عربيه من دي يا باشا. تعال اما نشوف.
لف انت من ورا يا عمالي شوف الخدامين. حاضر. ولما لقيتهمش اندهي للبوليس حالك. حاضر يا بابا. انت قمر، انت لمبه صاروخ، انت قمر باشا. عيب يا بابا. انت انت ولا قمر الدين. انت بكير باشا مرمر، انت بكير زلط. بكير الحق يا بكير. بكير ده يبقى قمر باشا مرمر. اه باشا ارجع تطلع روحك. ده انا سيبني سيبني الباشا. يا نهار اسود، انا هجيب لك البوليس. انا اللي هجيب لهم البوليس، انا اللي هضربهم برصاص المسدس. فين المسدس؟ وكمان عامل نفسك بكير باشا ولابس بدلتي. هم اللي لبسوها لي يا باشا. انا لازم اقتلك يا نصاب يا حرامي، لازم اسجنك. البوليس انت هون. البوليس البوليس هو راح فين؟ اوعى كده وريهولي فين. انت مرفوض مرفوض. لا مؤاخذه يا عمر باشا، انا متاسف جدا. لا مؤاخذه يا هاني، برضون يا باشا. لكن انا وعدت محسن بيه وهيجي بعد يومين يخطبني. وماله يشرف يا ولية تقين. انت وبنتي كفاية انطردت من بيت الباشا بعد 20 سنة خدمة. وايه يعني؟ الباشا له مطبخ والطبخ له قال. بكرة ربنا يرزقك بباشا غيره. وانا بعد ما اتجوز محسن بيه انت هتحتاج له شو؟ يا حرام يا محفوظ، طير جوازة سوعة زي دي من ايدك. نعم. مهانا مش ممكن اخليكوا تاكلوا بعقد حلاوة. كفايه نصب وتزوير. هو فين التزوير؟ ما انت جاي لنا لحد بيتنا. وهو بعد الفاس ما تقع في الراس هيقدر يفتح بقه؟ وهو انه بادي جاي لك لحد بيتك ولا الحوجة لبيت الباشا. ويعني تفتكروا لو العريس شاف النوبيليا الشيك دي هيصدق ان انا باشا؟ باشا ولا بيه؟ احنا منه وماله؟ ما احنا كده كويس مستورين. نودي نفسنا الجايه ليه؟ يابا دي جوازه هتنقلنا من حاره امطاره الذي كفر لزمالك. دي غنية قوي الراجل المجد، على وجوز واحدة غنى منه هيكون في نظرة بردة شراب. ومال شراب نايله؟ هو انا هتجوز واحدة؟ ده انا هتجوز سريان فيلن عزب. هو ايه بقى يا ابا؟ من بقك لباب السماء. لكن يا ابني ازاي ده هيحصل؟ اصلي مفهمهم ان بيه ومن عيلة حيلايف. حيلايف بيه يا انت المعلم هوب وبالجزار تبقى عيلته حيلايف؟ لا لا يا ابا، يعني بالعربي عيلة راقية عشان نسبك عليهم الملعوب. وتفتكر الجوازة اللي تعمل فيها ملعوب تنفع ولا تشفع؟ قوليله هتنفع وحتشفع. طيب وعجيب مهر بنت بكير باشا بتاعك ده منين؟ صحيح يا ابني، دول ناس اوادم ومهرهم غالي. تتدبر. نلم القرشين اللي معانا على حتتين السيغة اللي في ايدي. لا يا حبيبي، دول شايلهم نعوزة. هعوضهم لك الف مرة. كلها يومين وتقع الفاس في الراس. طيب لغاية ما تقع الفاس في الراس هنزوق البيت بإيه ونشتري النابوليا بإيه؟ يقى ده صحيح يا دي محوسة. بسيطة، نستلم شوية نابوليا من الجيران. يا أخويا انكتم، ما هم زينا وسخن مننا. طيب نستلم قرشين. يا شيخ اكتمي، دول أفلس مننا. عندي فكرة كويسة. إيه هي؟ نعمل اكتتاب. يعني إيه؟ اتفضلوا اتفضلوا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. هات يا سيدي النبي عربي، خليها على بلدين. لا ما هو اصل الباشا والدي من اصل عربي. نعم واكرم. اللحمه دي عجالي من الدوش، بتجيبوا لحمتكم منين يا باشا؟ لا اصل بابا الباشا غاوي يعرف نوع اللحمه بالظبط. اصلها غيه عندي من صغري يا باشا. ايه ده المحشي ده كده ماله وملحه كتير؟ اها، اصل بابا الباشا غاوي مطبخ، ده بيعذب الطباخين قوي. ايوه اصلها غيه عندي من صغري يا باشا. قرايه يا جماعه، انتوا هتعطلونا عن الاكل بكلامكم ده. معلوم هو ده كلام بهارات صحيح. تسمحوا نشرب القهوه في الصالون يا باشا؟ ثانيه واحده يا عم الباشا. مبروك يا بنتي مبروك، عقبال البكاري. مبروك يا حبيبي. ألف مبروك يا حبيبتي. ما شاء الله، استغفر الله يا بنتي. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. مبروك عليك يا عريسك الخفة. مبروك يا حماية العزيز. الله يبارك فيك. تسمح بكلمتين على جنب؟ اتفضل مفيش مانع. بقى شوف يا باشا. اللي اوله شرط يا باشا، اخره نور يا باشا.
حيدي ثم اللي يختش من بنت عمه يا باشا ما يجيبش منها عيال يا باشا حيدي. دلوقتي بقى نخش على الكلام الجد. الله الله عالجد حيدي. نتكلم بقى في مسألة المهر. اتفضل افصل. احنا هندفع 400 جنيه مهر على شرط تدفع حضرتك زيه حيدي. طب انا مستعد ادفع 500 جنيه على شرط تدفع انت قدوه. ليه دي؟ لا انا هدفع 600 جنيه وانت تدفع 600 جنيه. لا يا باشا انا هدفع 800 جنيه وتدفع انت قدوه. انت فاكرني خاسع ولا ايه يا باشا؟ انا هدفع 900 جنيه تدفع انت زيه كده. طب وايه رايك في اللي عاوز يدفع 1000 وانت تدفع زيهم واكتر كمان اذا حبيت؟ وعلى ايه بقى كفايه كده؟ يجي تصيده يصيدك حيلي. انما الباشا بيقلد لهجة ولاد البلد. مظبوط. امان مش لازم نروح نتعلم كل حاجه يا باشا. على فكره قوم بينا اللي يستعوقونا. قوم بينا حيلي. يا ابني احسن لك تصرف نظر عن العروسه دي. وبعدين بقى احنا هنرجع في كلامنا تاني. ده ابوها طماع قوي. ده طالب 1000 جنيه ما ال 1000 جنيه قال. والله يا ابني انا قلبي حاسس انهم ناس زي حالتنا. زي حالتنا؟ هو ايه كلام ده؟ حد في الدنيا ما يعرفش بكير باشا مرمر؟ ده انا بنفسي سالت عليه. ها مرمر؟ وفي حد اسمه مرمر؟ ده اسم دبلان، اسم دمور. امال قاعدين في الحته البلدي دي ليه؟ فين السرايا اللي انت بتقول عليه؟ بيغير هوا زي بالظبط حضرتك ما تغير هوا على كوبري قصر النيل. ما علينا، المهم دلوقتي هتجيب له الالف جنيه اللي طالبهم منك مهر منين؟ انا عامل حساب قبل كتب الكتاب هيكون عند المهر. سلام عليكم. سلام. ما هي دي كلها شبكتكم. دعاوز ودعاوز ودعاوز ودعاوز. ابو العريس عاوز 1000 جنيه وبتاع النابولي عاوز بقيت حقه. العريس بسلامته هيدفع لنا كل الديون. اللي قابليني مين؟ انا. ما انا مش منقول من هنا. يا تدفعوا الفلوس يا نشيل العفش. يسترك يا اخويا، استنى علينا كمان يوم واحد بس. مفيش كلام من ده. يا تدفعوا الفلوس دلوقتي حالا يا نشيل العفش برضه حالا. معلش، هتاخد كل فلوسك الليله بالليل وعليهم 1000 بوسه. لا عليهم 1000 جزمه. اتوهم ناولوني. معلش، لو ما دفعنا لكش لغايه بالليل ابقى شيل الموبيليا. ودي عاوزه كلام. يا الدفع يا نشيل النابوليا. سلام عليكم. ادفعي له. ولسه ربنا يستر. بيقول لي الباقي اني سبعته عند الضنك ويبقى حصلني بعد ما اخلص من ديون. حاضر يا ستي، مع السلامه. اديني قطه. يا اختشي ربيع، دفت ايه؟ البهدوم ومع ديون. اديني راتب. بقول لك قطة واحدة بس يا اختي. بس ما كنتش تلح. قولي لي مين الضيوف اللي مع البيت؟ دول المأجرين بتاع الحزبة جايين يدفعوا الإيجارة. إيجارة؟ يا ما أنت كريم يا رب. إديني كمان قطة. كمان قطة. يا أخي اختش أحسن يخرجوا يشوفونا كده يقولوا إيه يا أختي. الله ربيع، البيه جوه يخرج على غفلة يودينا في دهية. البيه البيه فكيه. أنت بتحبيني زي ما بحبك؟ أهو يا ربيع. وعايزة تتجوزيني؟ يا ريت يا ربيع. خلاص أي حاجة في إيدي. عندك استعداد علشان تضحي علشان نتجوز؟ اضحي بعيني بحياتي. قول. انت عارفه الست بتشيل السيره بتاعتها فين؟ ايوه ايوه، بس ليه؟ وعارفه مطرح البي ما بيحط الفلوس اللي بتجيله؟ ايوه ايوه، بس ليه؟ خلاص دلوقتي ضمننا نتجوز. اشتري تاكس وتوبك من الخدمه وذلها. يا ريت يا حبيب، بس مش تفهمني، انا مش فاهمه حاجه ابدا. الله، وهي دي عايزه فين؟ انت هتلم الصيغه على القرشين وتجيبهم لي. يعني عاوزني اسرق؟ ولو عرفوا هيودوني في داهيه. ودي اسمها سرقه يا عبيطه؟ انت غير شيء هتنقلهم من مطرحهم وبس. لا يا اخويا عشان يحبسوني. بلاش، كنت عايز اساعدك واتجوزك ونعيش مع بعض. خليكي كده احسن. بس انا خايفه يا ربيع. خايفه من ايه؟ بقول لك على بال ما يعرفهم هنكون اشترينا التاكس واتجوزنا وكسبنا ونروح مرجع لهم فلوسهم. ايوه يا ربيع، بس يلا امال ما تضيعيش السعاده من ايديكي. سامعاني؟ بقول لك هنتجوز، هنتهنى، هسعدك يا فاكيه، انا بحبك قوي. طيب استناني في الجنة.
طراش على بالي البهمه يخرج وانا هلملها في كل حاجه. وضمان لك جوازه. بس ضعنا طرحكم تطلب. قول لي يا باشا. نعم. في عروسه الزف من غير ما يجي المأذون. هو فين؟ اخر ليه؟ لا عندك حق، احنا بعتنا له زمانه جاي. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. ما تقوم يا حنف يا اخويا تستعجل المأذون. اطمن يا سعادة الباشا، ايوه زمانه جاي. اللي هنا استر يا رب. جالك تاجر الموبيليا اللي ما دفعتش الكمبياله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يا الف مرحبا. اتفضل اتفضل. فلوس ولا اتفضل اشيل العفش؟ هتاخد فلوس يا معلم بس بعد ما تاكل لقمه. اتفضل. شبعنا من الكلام ده، هتدفع ولا نشيل؟ الهي ما يفضحك، استنى علينا ربع ساعه بس. ربع واحد بس. اتفضل. والنبي على فين انت كمان؟ ايه ما تزقيش، ده انا عامل حته جديده مخصوص عشان العروسه. ممكن اغنيها ولا مش ممكن؟ ممكن قوي. يسلم بقك. اتفضل يا اخويا اتفضل. بقول لك اتكلمي، مين خده؟ والنبي يا زين، انا في عرضك مش انا. ما افتكرش يا حضره الضابط فكيه تعمل كده، دي بتشتغل عندنا من مده طويله. يا ست هانم، ده باين في عينيها ومن كلامها ان لها يد في الموضوع. اسمعي يا شطه، اذا قلت الحق مش هنعمل لك حاجه ابدا. قول يا فكيه، اذا كنت تعرفي حاجه ما تخافيش. والله يا زيدي ما ليا ذنب، ده هو اللي ضحك علي. مين هو؟ اتكلمي اتكلمي يا فكيه، ما تخافيش، اذا قلت لنا على مطرح الحاجه هنسامحك. اتكلمي، مين خده؟ مستر ربيع يا سيدي، ضحك عليا وقال لي انه هيتجوز. وهو فين دلوقتي؟ ودى الحاجه فين؟ وانت عارفه مطرحه؟ انا عارف بيتنا سايبه الجداد يا بيه، لانه بعتني لهم بورد النهارده علشان فرحه. طب تعالى ورينا مطرحه. اوامي يا حضره الضابط قبل ما تصرف في الحاجه. اتفضل يا بيه، امسكها شوي شويه معاك. شيل يا جدع كل حاجه. بقول لك ايه ده يا جدع، ما تفضحناش. اوعى كده بلاش بكش. ابوس ايدك، تستنى شويه، كلها دقيقتين والفاس يقع في الراس. ما وقع الفاس في الراس وجت على دماغنا خلاص. شيل يا جدع كل حاجه. شيل. الله الله الله. ايه ده؟ شيل نابول يا شيل. ايه؟ على فين؟ يا راجل مقلب. مقلب. ايه الحكايه دي يا راجل انت؟ فهمنا يا باشا، ايه الحكايه؟ خلي بالك من نابول يا جدع، حافظوا عليها لا تتجرح. ايوه حافظوا عليها كويس. يا اخويا بلاش انزاحه، اما تبقوا تدفعوا ثمنها. ثمن ايه؟ اصلهم حينضفوها، حينفضوها يعني. بقى الحكايه كده. حضرتك بتغشني وعامل نفسك غني وانت ما عندكش الرضه. احنا مش ممكن نجوز ابننا لبنت ناس فقره زيكم. يا غشاشين يا نصابين يا نور. ايه انتوا فاكرين ايه؟ ها؟ عايزين تجوزوا بنتكم الفقيره لواحد بيه غني زي يا نصابين يا حراميه؟ عيب يا محسن بيه. اخلاص انت راخره. اهو يا سيدي اهو. اهو يا حضره الضابط الحرامي الخطاف، اقبضوا عليه. خد الشويش. ده المبلغ بتاع سعادتك؟ ايوه. وده المساغ بتاع الهانم؟ ايوه، بس ناقص خاتم وحلق. سعيدة يا محسن بيه، يا وجيه، يا شريف، يا غني بالقوي. هو انت لف وكمان كنت سارق اسمي؟ موتوا اشنقوا يا حضره الضابط، هاتهم كلهم على القزمه يا شويش. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا ناس ابرياء يا حضره الضابط. مظلومين والنبي مظلومين. ايه ده كلام فارغ كل ده. قد حضرنا على بركة الله لعقد العقد. أين العروس والعريس؟ بقسم البوليس. هات دول هنا وهات دول هناك. تفضل يا ست هاني، تفضل يا بيه. واحنا فقراء وغلابة لكن أشراف يا بيه. التحقيق هيظبط كل شيء، اتركن هناك معاهم شوية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هم يعملوها العيال ويقع فيها اللي زي أنا. الله يجازي ولاد الحرام اللي ضحكوا علينا وهزقونا وبهدلونا. ما هم إنك أنت وبنتك. مبسوطة يا ست قطايف هانم؟ محسن بيه حسونا، مش كده؟ معلش يابا، ما كنتش عارف إنه هيحصل كده. كان أملي أسعد نفسي وأسعدكم.
قلت لك فضك من الجوازه المهببه دي، ما سمعتش كلامي. سامحني يابا، انا كنت عايز اساعدكم واسعد نفسي. انا كنت فاكر انها بنت باشا وغاني زي ما فهمتني. اه طلع نقبك على شونه، وخسرت شغلك وخسرت شرفك. ما هو لو كنت سمعت كلامي واتجوزت واحد بيكسب لقمته بعرق جبينه ما كانش حصل اللي حصل ده. فقر من غير دين هو الغنى الكافي. يا سيختي يا سيختي يا سيختي يا فضيحتي يا فضيحتي يا فضيحتي يا سيختي يا سيختي يا سيختي. صالوني يا صالوني يا صالوني. عم احمد قول لي، عم احمد عمل ايه في القصه محفوظ؟ مسكنهم جوا يا استاذ. طب قول له ان انا هروح اكلم ساعه الباشا عشان يجي له حالا. طيب ما تغيبش. او امك يا عم احمد. اوعى تعالى يا عم، انت عايز كريت سعيده. الله، تصوروا انه اسهم شركة المناجم ارتفع ثمنها 3 مرات. يعني الاسهم اللي عندك هتكسب فيهم مبلغ كبير. طبعا طبعا. مبروك يا بابا، الفضل في المكسب ده كله يرجع للقصة محفوظ الطباخ. طبعا، ده لو كان بعت التلغراف اللي اديتهولي لوكيلك علشان يبيع الاسهم كنت النهارده انت فرقعت من الغيظ. لازم يا بابا تدور عليه وتكافئه. معلوم يا بنتي، لازم اكافئه مكافاه عظيمه. ورجعوا الشغل عندنا تاني يا بابا. ايوه يا بكير، احسن كل الطباخين اللي جبناهم بعده تعبونا خالص. انا هروح له دلوقتي بيته بنفسي واقدم له المكافاه بايدي واجيبه معايا كمان. سلام عليكم. عليكم السلام. والناس دي ذنبهم ايه يا ابني؟ ما تعترف بالحقيقه وتخلصهم. احنا ناس ولاد بلد عندنا شرف. عندك حق يابا، انا هعترف بالحقيقه واطلعهم براءه كلهم. قولوا حياتك يا عم والنبي. سعاده الباشا موجود؟ خرج دلوقتي راح لوسط محفوظ الطباخ في بيته. يا دي البخت المقندل. طب سلام عليكم من غير نفس. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. فين لوسط محفوظ امال؟ لوسط محفوظ هو عيلته في الاسم. اسم؟ علشان ايه؟ فين هو اسم؟ اسم الضرب الاحمر يا فندم. طيب يا ابني كتر خيرك. يلا يا استاذ حسن على اسم الضرب الاحمر. هذا سعاده الباشا. ما جاش هنا واحد لابس باشا؟ واحد باشا ركب عربيته وسأل على القصة محفوظ؟ لسه تو ماشي وراح له على اسم استاذ شوبش. الاسم؟ لا 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 الاسم. اوعى يا عم. يا ام باشا فولي. افندم ساعة البيت. اديني دفتر السجن. تفضل يا سيدي. تفضل يا بيه. متشكر. وجه شكم براز عدل. دخل الاثنين دول المتهمين دول السجن عشان بكره يتحولوا للنيابه. حاضر يا سيدي. والباقي دول خرجهم بضمانه. حاضر يا سيدي. ربنا يعلي مراتبك يا بيه. ربنا يقطم رقبتك يا بعيد. يلا بينا يا ولي احسن يا حمراءو. الحمد لله اللي جات على كده. سعاده الباشا عاوزك بره يا استاذ محفوظ. روح نفده يا سلامش. سعاده الباشا. يا استاذ محفوظ. تعالوا تعالوا اتفضلوا. تعال يا استاذ محفوظ، ادي الاستاذ محفوظ اهو يا سيدي. خد يا استاذ محفوظ، هادي مكافئتك على الخدمة العظيمة اللي اديتها لي. لو كنت سمعت كلامي كنت خربت بيتي. ربنا يطول عمرك. ومن هنا ورايح مش راح اسمع كلام سعادتك ابدا. ومن بكرة ترجع تستلم شغلك تاني. هو بكرة مش فاضي. مش فاضي؟ مش فاضي ازاي؟ اصله عنده بكرة كتب كتاب بنته قطايف. على مين؟ عليا انا. بعد كل اللي عملته فيك يا سي حسنين والله قلبك فيه الخير يا ابني. مبروك مبروك. فرح بنتك يا اسطى محفوظ هعمله على نفقتي انا. ربنا يطول عمرك ويخليك. ربنا يعلي مراتبك ويخليك باش باش. روحي العب بدلتي بقى. حاضر يا باشا. انتوا مكسوفين من بعض ولا ايه؟ ما تبوسوا بعض. الله، هات اللحاف يا بامبا. هاتي على قد الحافك. عوضة
قبل عندكم يا حبايب.